والربا نوعان، وقيل ثلاثة أنواع: ربا الفضل وربا النسيئة، وقيل ربا الفضل وربا النسيئة وربا الأجل. وحديث المؤلف هنا عن ربا الفضل، وسيأتي الكلام عليه، يسمى ربا البيوع. وأما ربا النسيئة وربا الأجل والذي يسمى ربا النقود أو الدين، هذا الربا، ربا النسيئة والفضل، ربا النسيئة والأجل، قيل هما شيء واحد وقيل نوعان. وربا الأجل المعروف هو أن يقول له أقرضني ألفا وأردها لك بعد ثلاثة أشهر مثلا 1200، هذا ربا الأجل، وهو واضح جدا. وهذا هو الربا الذي يأتي كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وربا النسيئة هو ربا الأجل، ولكن البعض يفرق بينهما فيقول ربا الأجل هو الذي يتفقان عليه من البداية، أعطيك ألفا تردها 1200. أما ربا النسيئة فهو يقولون يأتي عند العجز عن السداد، فيقول له مثلا هذه 1000 تردها 1000 أو تردها 1200 بغض النظر، فإذا جاء وقت السداد يقول لا أملك، قال أنسئني يعني أجلني، يقول أنسئك وأزيد، يعني أؤجلك شهرين وتزيدني 100 دينار، وهكذا. ويسمى ربا النسيئة أي بسبب النس وهو التأجيل، كما قال الله تبارك إنما النسيء زيادة في الكفر، وهو التأجيل. وكانوا يؤجلون الشهور، يعبثون بالشهور، فإذا أرادوا أن يتقاتلوا في رجب جعلوا رجبا ربيع أول، وجعلوا ربيع أول مكانه حتى يتقاتلوا فيه من العبث بالأشهر. فالقصد أن الربا محرم سواء كان ربا أجل أو ربا نسيئة أو ربا فضل. وربا الأجل وربا النسيئة هو الأصل، هو الربا المعروف، وهو الذي جاء التحذير منه في الكتاب والسنة. وفيه لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. وفيه قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. كل هذا في ربا الأجل. وربا الفضل الذي يتكلم عنه المؤلف هنا أيضا محرم، وتحريمه قال أهل العلم لأنه يوصل إلى ربا الأجل، فهو وسيلة، فهو تحريمه تحريم الوسائل، تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل، وليس يعني المحرم لذاته، وإنما لغيره، لأنه يوصل إلى ربا الأجل ويوصل إلى ربا النسيئة الذي هو ربا الفضل. وهذا النوع من الربا قلنا محرم لغيره لا لذاته. مثال، ولذا وقبل المثال، المحرم لغيره يباح عند الحاجة، والمحرم لذاته لا يباح مطلقا إلا عند الضرورة. الفرق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره أن المحرم لذاته لا يباح إلا عند الضرورة، مثل أكل الميتة لا يباح إلا عند الضرورة، الخمر لا يشرب إلا عند الضرورة، هذا عند الضرورة فقط. أما المحرم لغيره فيباح عند الحاجة التي هي أقل من الضرورة، أقل من الضرورة. ومن أمثلة ما حرم لغيره مثلا النظر إلى النساء، النظر إلى النساء محرم، يقول الله تبارك وتعالى قل لمن يغض من أبصارهم لا يجوز الرجل أن ينظر إلى المرأة. لماذا؟ قال لأنه يؤدي إلى الزنا، فإذا هو محرم لغيره وليس لذاته. ولأجل هذا يباح النظر للمرأة في أمور كثيرة، مثلا الخطبة مع أنه أجنبي عنها يراها، ويباح له أن ينظر إليها لأنه يريد أن يخطبها. وكذلك في البيع والشراء يجوز النظر إلى وجه المرأة، في الشهادة يجوز النظر إلى وجه المرأة، في الطب يجوز النظر إلى وجه المرأة. إذن أبيح عند الحاجة، أبيح عند الحاجة، فما حرم لغيره يباح عند الحاجة. وقس على هذا غيره من الأمور التي تحرم لغيرها فإنها تباح عند الحاجة، أما المحرمة لذاتها فلا تباح إلا عند الضرورة. ربا الفضل محرم لغيره، إذن يباح عند الحاجة. ولذا أبيح كما سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى بيع العراية، بيع العراية نوع من أنواع الربا، لكنه مباح عند إذا كانت الحاجة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والفرق الدقيق بين بيع العراية وبيع المزابنة، وأنه لا يكاد يختلفان، لا يكادان يختلفان.
فالشاهد من هذا أن نريد أن نصل إلى أن الربا الذي تتكلم عنه المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى محرم، ولكن محرم لغيره لأنه يؤدي إلى ربا الأجل الذي هو محرم لذاته.